ينوي القائمون على تطبيق سناب شات أخذ خطوة استباقية أمام فيسبوك من خلال تطوير ميزة الحكايات في كل مكان ستوريز أفريوير. سناب شات بدأ أولى خطواته لتطوير ميزة تتيح مشاهدة الحكايات في أي مكان داخل الويب وليس فقط داخل التطبيق، وذلك من خلال تطوير مشغل خاص للحكايات يمكن إدراجه داخل المواقع والصفحات الإلكترونية. كما توفر فيسبوك وإنستغرام مثل هذه الميزة للصور ومقاطع الفيديو، حيث يمكن إدراج مشغل خاص بواسطة شفرة برمجية ليتم بعد ذلك تشغيل المقطع في أي موقع. لكن هذه الميزة لم تصل حتى الآن للحكايات، الأمر الذي ترغب سناب في الوصول إليه أولاً.